بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. كل سنه وكل مصر بخير، كل سنه وكل اهلاوي دايما فخور بناديه. اول حلقه في برنامج الاشبال 2019، يا رب تكون سنه سعيده على كل ولادنا واخواتنا واشبالنا داخل قطاعات الناشئين في مصر. مرت 2018 بحلوها ومرها، اكيد فيها لحظات حلوه على كل جماهير النادي الاهلي، لحظه تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري العام وكاس السوبر المصري، واكيد كان فيها لحظه صعبه خساره اللقب الافريقي في النهائي الافريقي. ان شاء الله بالتدعيمات القويه والصفقات القويه ان شاء الله 2019 تكون وش السعد على كل جماهير النادي الاهلي. كل سنه وكل اهلاوي بخير وسعاده، كل سنه واحنا ملوك القاره السمراء والاكثر تتويجا بالالقاب القاريه. برنامج الاشبال دايما بنسلط الضوء على واحد ساعد في قطاع الناشئين على خروج مواهب ظهرت للنور وقدمها للفريق الاول بالنادي الاهلي. النهارده نجمنا لعب فتره الستينيات مع جيل كبير، لكن الاقدار منعت هذا الجيل انه يواصل التالق والعطاء بسبب حرب 67. اتجه بسبب الحرب لمجال التدريب، تولى تدريب فرق كبيره في مصر في الدوري الممتاز، ابرزها المنصوره، غزل المحله وبلديه المحله ودمياط وشبين، نادي شبين وما ادراك ما نادي شبين في فتره التسعينيات، يعني عمل تاريخ كبير مع نادي شبين. برضه خرج مواهب للفريق الاول بالنادي الاهلي على راسها كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي الفريق الاول، كابتن هاني العقبي، كابتن هشام حنفي، وفي حراسه المرمى مصطفى كمال وكابتن ايهاب جلال، وطبعا طلع الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن. في سنه 2016 تولى مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لمده عام ونصف، ومن حسن حظ الحمد لله ان انا في الفتره دي تم اختياري ان انا اكون مدرب عام للفريق للفريق الشباب بالنادي الاهلي. نجمنا النهارده هو الكابتن عادل طعيمه، نشوف تقرير عن الكابتن عادل طعيمه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ولد عادل طعيمة في 28 من مارس عام 1947، بدأ مشوار العطاء مبكرا في النادي الأهلي وهو في 8 من عمره، تدرج في اللعب في قطاع الناشئين في كل المراحل السنية محرزا بطولات عدة مع قطاع الناشئين، متعلما وشاربا لمبادئ النادي الأهلي، خصوصا أنه كان يسكن في الشقة رقم 9 في شارع 26 يوليو المجاورة للراحل صالح سليم رقم 10. تعلم ورأى منه حفاظا على المبادئ التي أرساها مختار التتش، حافظ عليها، فهذه المبادئ التي توارثتها الأجيال ليكون الطعيمة من المحافظين والناقلين للمبادئ من جيل إلى جيل. بدأ حياته ناشئا أمام 120 ألف متفرج عندما لعب للناشئين قبل مباراة الأهلي وبنفيكا كمباراة تحضيرية صفق له الجمهور كثيرا. اختاره صربي بوشيتش ليلعب للفريق الأول للنادي الأهلي وهو في 19 من عمره، لكن الأقدار منعت جيلا بالكامل من التألق والعطاء في مشوار الاحتراف بسبب حرب 67، لكنه مع أفراد جيله لم تمنعهم الحرب من ممارسة الكرة لخدمة وطنهم بلعب المباريات تحت لواء المجهود الحربي في مصر وخارجها، سواء للأهلي أو منتخبات الأهلي والزمالك. وفي عام 69 لعب لفترة مع أهلي بنغازي الذي كان يدربه عبد صالح الوحش. بسبب الحرب توجه سريعا إلى التدريب وبدأ خطواته الأولى في الشقيقة السعودية، سواء مع المنتخب العسكري أو مع أندية كثيرة من أبرزها الاتفاق السعودي. عادل طعيمة تولى تدريب أندية كثيرة في الدوري المصري مثل المنصورة، الأولمبي، بلدية المحلة، غزل المحلة، دمياط، شبين، والتي غزا بها عادل طعيمة الدوري الممتاز. درب وأثقل لاعبين كبار في الدوري المصري من أمثال محمد يوسف مدرب الأهلي الحالي، هشام حنفي، هاني العقبي، أكرم عبد العزيز، الدوماني، خالد مصطفى، إيهاب جلال، مصطفى كمال، حسام حسن، إبراهيم حسن،
الذي غير مركزه من جناح إلى باك يمين، وحينها اعترض إبراهيم كثيرا وبكى واعترض على ذلك وقال له ستكون أحسن باك رايت في مصر والعالم. جابها لمين؟ إبراهيم هو سيد، وإبراهيم على طول الكرة العرضية وجول جول جول. تولى طعيمة مسؤولية قطاع الناشئين في النادي الأهلي عام 2016، ولمدة عام والنصف عام قام بتجربة جديدة وهي نقل اختبارات الأندية إلى المحافظات في 16 محافظة لكي يعطي الفرصة للاعب الأقاليم في خطوة وصفها الكثيرون بأنها رائعة من جانب النادي الأهلي. من الشخصيات المحترمة جدا كابتن عادل طعيمة، ربنا يا رب يديله الصحة. هنروح دلوقتي لفقرة الذكريات. دايما في برنامج الأشبال معودين حضراتكم دايما هيكون معانا فقرة الذكريات، واحد من النجوم اللي شاهد على العصر وعلى خروج لعيبة صغيرة للفريق الأول. كان معانا في الحلقة اللي فاتت الأستاذ فتحي كشك مدير استراحة الناشئين بالنادي الأهلي، وحكى لنا هنا وانفردنا في برنامج الأشبال بكواليس وذكريات سمعناها لأول مرة. النهاردة معانا واحد يعني أنا بعتبره من النجوم، تاريخه يعني تاريخ كبير داخل النادي الأهلي، بتاريخه ممكن يكون هو اللي بينافس الأهلي على البطولات، تاريخه أكبر من تاريخ أي نادي في مصر حصولا على البطولات، وشاهد على العصر زي ما بيقولوا، حضر نجوم كتير خرجت من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي للفريق الأول. النهارده معانا عم حارس، نشوف التقرير ده مع عم حارس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عم سعيد ان شاء الله على المسلمين كلهم وعلى النادي الاهلي ان شاء الله 2018 2019 اللي احنا ان شاء الله هنحقق بطوله الدوري العام ان شاء الله السنه دي. والله عدوا عليا طبعا نجوم كتير، او طبعا من جيل الكابتن محمود الخطيب طبعا، والجيل اللي هو بعده كان بتاع كابتن مجدي عبد الغني، وكان طاهر ابو زيد، واجياله واجياله، وجيل ابو تريكه وبركات وعماد النحاس، والاجيال الكبيره دي يعني عدت على اجيال كتيره طبعا. واخر جيل اللي انا شغال مع الجيل ده ان شاء الله يبقى ربنا يوفقكم ان شاء الله، وتحصلوا على بطوله الدوري عام السنه دي وتفرحوا جمهور الاهلي. الناشئ اللي صعد وكان ذكرت معاك جامده يعني اللي هو كان الكابتن حسام غالي طبعا، اول ما كان صعد للفريق الاول كان ايام مانويل مستر مانويل اللي هو صعدوا الفريق الاول، ولعب مواسم كتير قوي طبعا مانويل، وحصل على جميع البطولات. الناشئين النادي الاهلي طبعا من الاول ما هو من السن اللي هو من 11 سنه بيلعب بطولات الجمهوريه والدوري والكلام دوت، لجميع الاجهزه الفنيه بتعود ان لعيب نادي الاهلي وهو من صغره لازم بيحصل على بطولات، لان نادي الاهلي نادي بطولات. يعني هم بيقولوا للناشئ نادي الاهلي نادي بطولات، من صغره بتعود الحاجات دي بتيجي معاه، بكل ما بيطلع في السن بيحصل على جميع البطولات، لان هم طبعا الجهاز الفني اللي هو بتاع قطاع الناشئين بيعرفهم الحاجات ديت. لان النادي الاهلي نادي بطولات، ما ينفعش ما ياخدش بطوله. بقول لكل ناشئ طبعا لازم يمشي ملتزم طبعا، وما بيجي يمشي ملتزم يودي يدي الكره حقها ربنا هيديله، لكن اللي هو اللعيب اللي هو من الناشئين مش كويس طبعا وماشي في طريق مش كويس، يبقى طبعا مش الكره مش هتديله، لازم الكره تديله من الاحترام للملعب، من الملعب للبيت والكلام دوت. لا، اللعيب لازم يلتزم يبقى ربنا هيديله، اللعيب مش هيلتزم ربنا هيديله فين؟ عم حارس 76 بطوله مع النادي الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم تاريخه ممكن بينافس يعني النادي الاهلي، ممكن تاريخه اكبر من تاريخ انديه كتير بتنافس النادي الاهلي، ربنا يديله الصحه عم حارس. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفقره الاخبار، الاخبار في الصحف والمواقع، وبنشكر دايما برنامج الاشبال كل الصحف والمواقع دايما اللي بدات تسلط الضوء على كل ولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكل ولادنا في قطاعات الناشئين في مصر. هنبتديها من اليوم السابع، منتخب الشباب يهزم هليوبلس 2-0 وديا، ده بقيادة الكابتن ربيع ياسين. فاز منتخب الشباب في المباراة الودية التجريبية، والكابتن ربيع ياسين دلوقتي لسه في مرحلة تجارب اللعيبة ولسه في مرحلة تثبيت تشكيل واكتشاف مواهب ل 2001، وان شاء الله بنتمنى يعني التوفيق للكابتن ربيع ياسين والجهاز اللي معاه ومعاه التوفيق خلال الفترة اللي جاية. الكابتن ربيع ياسين دايما معود الكرة المصرية على الانتصارات،
كان ليه تجربه سابقه مع منتخب الشباب اللي خد بيهم بطوله افريقيا ووصل بيهم كاس عالم وقدم للكره المصريه يعني نماذج كتير من اللعيبه المميزه بقت موجوده في المنتخب مصر الاول. هنروح لتاني اخبارنا من الفجر. اهلي 99 ينهي الدور الاول من بطوله الجمهوريه في الصداره. اهلي 99 اللي بيقوده من الكابتن مدحت طه اللي عامل شغل ما شاء الله هايل جدا مع 99، يعني السنه دي الشغل واضح كمان حتى في ترتيب الجدول المسابقه. النادي الاهلي بيتصدر المسابقه، جمع الاهلي 37 نقطه مع نهايه الدور الاول بعدما فاز في 11 مباراه، تعادل في 4 ماتشات وخسر في ماتشين بس. في المركز الثاني ياتي بعد الاهلي فريق الاسماعيلي برصيد 35 نقطه وبعديه انبي في المركز الثالث. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 99. ازيك يا كابتن مدحت؟ اهلا يا كابتن اسامه، اهلا وسهلا. ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن مدحت. وانت طيب وسنه سعيده علينا جميعا ان شاء الله. ما شاء الله عامل نتائج السنه دي هايله واداء رائع مع فريق 99. والله يا كابتن اسامه الحمد لله رب العالمين، ده فضل من عند ربنا، احنا بنجتهد انت عارف، والنتيجه والتوفيق من عند ربنا الحمد لله. الولاد السنه دي يعني من بدايه السنه احنا كلمناهم، انتوا لازم تعملوا حاجه السنه دي، ما ينفعش كل سنه كده بنأدي الدوري زينا زي اي فرقه، لازم تمام. السنه دي يبقى لينا بصمه، ولازم السنه دي يبقى لينا دور، ولازم تبص برضو للفرقه ال 99 لازم تشارك مع الفرق الاعلى منك، وبالتالي برضو الناس تقدر تبص عليك في الفريق الاول. فكل الحاجات دي احنا كلمنا الولاد فيها نحفزهم، وهم الحمد لله السنه دي يعني ماشيين بشكل كويس وبيتمرنوا بشكل كويس وعندهم الاراده والعزيمه ان هم يعملوا حاجه السنه دي كويسه، والحمد لله احنا يعني الدور الاولاني انتهينا في المركز الاول تمام. ونتمنى ان شاء الله الدور الثاني نمشي على نفس الخطى كده باذن الله وناخد البطوله باذن الله. اكيد عند كابتن مدحت طه طموح شخصي ان شاء الله ان يحقق دوري السنه دي 2009، خاصه ان السنه اللي فاتت يعني غاب الدوري عن مواليد 99 النادي الاهلي السنه اللي فاتت يا كابتن مدحت. والله طبعا يا كابتن اسامه ما فيش شك طبعا في الكلام ده، كل مدرب بيبقى عنده طموح ان هو يكسب الدوري، بس احنا برضو زي ما انت عارف حضرتك في النادي الاهلي عندنا يعني بنبص للموضوع بشكل مختلف تمام. احنا بنبص في اتجاهين دايما في قطاع الناشئين، الاتجاه الاول ان احنا نصعد لعيبه للفرقه الاعلى تمام. وبالتالي للفريق الاول، ده الهدف الاساسي بتاعنا تمام. الهدف الثاني البطولات، لكن احنا مش بنلعب عشان البطولات فقط البطولات النادي الاهلي الحمد لله يعني متشبع بطولات سواء فريق اول او ناشئين. الهم الاكبر بالنسبه لنا ان احنا نطلع عدد كبير للفريق الاول ويساهم في انتصارات الفريق الاول، هو ده الهدف بتاع قطاع دش تمام. بعديها دور البطولات، الحمد لله احنا برضو ماشيين بالتوازي بتاع الخطين دول، وان شاء الله ننجح السنه دي ان شاء الله ان احنا نصعد مجموعه كويسه زي ما في ناس موجوده مع فرقه ال 99. عندي في عمار بيلعب مع فريق 99 عندي انا عايز اسالك على النقطه دي برضو يا كابتن مدحت، ما شاء الله في عمليه تنسيق كبيره ما بينك وبين الكابتن عادل عبد الرحمن، عمليه التصعيد ما بين 99 وما بين 97. طبعا 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 احتياجات الكابتن عادل طبعا احنا بنلبيها دايما، انت عارف الفرقه الاكبر بيبقى احتياجاتها بنقدر نلبيها بشكل اسرع. هو معاه من بدايه السنه معاه منعم ومعاه فخري ومعاه نصير تمام، ودلوقتي عمار معاهم، فاربع لعيبه من فريق 99 بس دلوقتي بصفه اساسيه مع الكابتن عادل، وده طبعا حاجه كويسه بالنسبه لنا ان احنا زي ما بقول لك احنا بنصعد للفرقه الاعلى، ده الهدف الاسمى، وبالتالي الكابتن عادل برضو عنده مجموعه كويسه موجوده في الفريق الاول ان شاء الله يشاركوا في الفتره اللي جايه دي ويساهموا في انتصارات الفريق الاول ده. ان شاء الله العلاقه بقى ما بين الكابتن فتحي مبروك مدير القطاع، خاصه ان الكابتن مدحت طه يعني اشتغل سنين طويله مع الكابتن فتحي مبروك. والله طبعا الموضوع بالنسبه لي انا كان سهل جدا لان انا قعدت 7 سنين بشتغل يعني مدرب عام مع كابتن فريق الشباب، فانا حافظ اسلوبه وحافظ طريقته كويس قوي، وهو كمان بيثق في شغلنا بشكل كبير، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس جدا وفي تناغم، ويعني احنا بنستشير يعني بنستشير في كل حاجه بخصوص الفرقه، وهو الراجل ما بيتاخرش علينا في كل حاجه، والامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا ننهي الموسم زي ما بدانا كده باذن الله. ان شاء الله. كابتن مدحت وانت معانا على التليفون دلوقتي بنستعرض اهداف لفريق 99 والدوري ما شاء الله، يعني عندك لعيبه مميزه واضح كمان في النتائج الشغل اللي عامله كابتن مدحت طه وكل الجهاز الفني، ان شاء الله كمان
من خلال برنامج الأشبال، ملعب الأشبال بقى، هنكون متواجدين مع حضرتك إن شاء الله في أهل مدينة نصر، وهنزع لكم برضو مباراة على الهواء مباشرة زي مواليد 97. إن شاء الله طبعا، ده حاجة كويسة جدا، وأنا بشكركم عليها والاهتمام الكبير من قناة الأهلي بشرق القطاع، برضو تبرز المواهب اللي موجودة وتعرف الناس على اللعيبة اللي موجودة في القطاع، دي حاجة كويسة جدا طبعا. تمام، أخبار الملاعب بقى، هل الملاعب اللي بيلعب فيها كابتن مدحت طه في دوري 99 كلها مهيئة، ملاعب كويسة وصالحة للعب عليها، ولا برضو بتواجه نفس الصعوبة ممكن بتروح لملاعب صعبة لا والله يا كابتن أسامة، يعني أغلب الملاعب يعني معقولة وكويسة، لكن طبعا ما فيش شك إن في بعض الملاعب بتبقى برضو مش مهيئة، بالذات كمان الملاعب اللي فيها النجيل الصناعي. تمام، بتبقى النجيل منتهي الصلاحية أصلا، فبتبقى كأنك بتلعب على صالات يعني. تمام، لكن احنا الحمد لله معودين الولاد إن احنا ما عندناش حجة دايما، الملعب علينا وعليهم، على الفرقة اللي بتلعب وعلينا. فاحنا بنأدي تحت أي ظروف، سواء مطر، يعني الماتش اللي فات بتاع ماتش سموحة اللي فات ده كان مؤجل ده قبل كده، في منتهى الصعوبة، مطر وجو بارد جدا والملعب مزحلق وظروف يعني صعبة جدا، لكن أنا كنت مهيئ الولاد قبلها بيومين ثلاثة على الظروف دي، والحمد لله هم نزلوا أدوا بشكل كويس جدا. فاحنا بنلعب تحت أي ظرف، سواء الملعب بقى كويس وحش، احنا بننزل بنحاول نأدي وبنحاول نطلع بثلاثة بونت من كل ماتش ان شاء الله. الدور الثاني بقى هيبتدي امتى يا كابتن مدحت، خاصة ان في توقف ما بين الدورين دلوقتي؟ احنا عندنا توقف طويل، هنبدا ان شاء الله اول مباراة يوم الاثنين 28/1 28/1 في الاسماعيلية ان شاء الله. اديت طبعا وقت راحة، يعني وقت كافي من الراحة، وان شاء الله يعني تبتدي الثاني يعني زي ممكن فترة اعداد مصغرة عشان تبتدي الدور الثاني ان شاء الله. عايز حضرتك يا كابتن مدحت تعرف برضو كل جماهير النادي الاهلي وانت معانا عبر برنامج الاشبال المواهب بقى الموجودة داخل فريق 99. والله يا كابتن اسامة، انا عندي يعني الفرقة كلها ما شاء الله بتأدي بشكل كويس جدا، سواء المدافعين او لعيبة وسط الملعب او المهاجمين. عندي طبعا ناس مثلا زي صالح نصر هو هداف الفريق، عندي فهد جمعه، عندي محمد شفت في الدفاع، عندي عادل برضه في الرومان وفي السردباكات، عندي عدد كبير جدا من اللعيبه الممتازه، انا مش عايز انسى حد عشان بس ايه. تمام، لكن الناس كلها بتأدي بشكل كويس جدا جدا. وعايز برضه اتكلم في حته برضه مهمه جدا يا كابتن اسامه، ان انا برضه بستعين من كابتن امين عرابي عدد من اللعيبه من فرقه ال 2000. تمام، يعني حوالي 4-5 بيأدوا معايا برضه من الدوري بشكل كويس جدا. كابتن امين برضو بيساعدنا كتير جدا وبيدينا اللعيبه اللي تلعب معانا المباريات بطوله الجمهوريه، وهم لعيبه ممتازين جدا وانت عارفهم طبعا، يعني في زياد طارق وفي مصطفى الياس، في وليد عطيه، وفي ضياء وحيد، في العربي، لا عندي مجموعه كويسه جدا بيشاركوا معايا برضو وبيساهموا بشكل كبير في الانتصارات اللي احنا بنعملها. ان شاء الله تكون معانا في حلقه ان شاء الله في برنامج الاشبال يا كابتن مدحت. يعني بنشكر الكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 99، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمرين مع حضراتكم في الاخبار، عندنا دلوقتي المسابقات تقرر تعديل مباراه الدور التمهيدي لكاس مصر 97 من برضو من الفجر، ودي كانت المسابقه اللي الدكتور محمود سعد يعني اقترحوها في اتحاد الكره، ان يكون في مسابقه ان شاء الله كاس مصر 97، انك تقدر تبرز اكتر مواهب لمنتخب الاولمبي الكابتن شاوي غريب. وزي ما قلت لحضراتكم، انا بحلم ودايما في برنامج الاشبال او ملعب الاشبال بنحلم ونتمنى ان شاء الله زي ما بنشوف فيه كاس مصر ان احنا نشوف فيه دوري ابطال افريقيا لفرق الشباب. ليه ما ناخدش دايما كل بطل من كل دوله ويبقى فيه دوره مجمعه مثلا في مصر او في تونس او في الجزائر او في المغرب، ويتعمل دوري ابطال افريقيا لفرق الشباب زي ما بنشوفها برضو في اوروبا. فان شاء الله يبقى فيه اهتمام اكبر بفرق الشباب، ان هم دول مستقبل الكره المصريه. هنشوف برضو بقيه اخبارنا مع حضراتكم. من بوابة فيتو، قبل قمة الشباب الأهلي يغرد على الصدارة والزمالك بالمركز الثامن. المباراة الأخيرة إن شاء الله في الدور الأول هتكون شباب الأهلي وشباب الزمالك، وهتكون مباراة كبيرة إن شاء الله، وهنبقى يعني هنغطيها إن شاء الله من خلال برنامج الأشبال. الكابتن عادل عبد الرحمن عامل نتائج ما شاء الله هيلة جدا مع فريق شباب النادي الأهلي، وكنا زعنا لهم المباراة الأخيرة مع المقاولين كان التعادل 1-1. ارتفع رصيد الكابتن شباب الاهلي برصيد 44 نقطه، جمعها من الفوز في 14 مباراه والتعادل في ماتشين، مفيش ولا خساره في ولا مباراه.
الزمالك بقيادة الكابتن محمد كمونة المدير الفني لفريق شباب الزمالك في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 لقاءات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 6 لقاءات. المقصة في المركز الثاني، الأهلي متصدر عن المقصة ب 11 نقطة، المقصة في برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر، ثم يأتي بيراميدز في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وليه حرس الحدود في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ثم إنبي برصيد 29 نقطة في المركز الخامس. وبنحيي طبعا الكابتن عادل عبد الرحمن وكل الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي، إن شاء الله دايما هنزع لهم مباريات وعاملين ما شاء الله يعني نتائج هايلة خلال الفترة اللي فاتت. هنشوف برضو من فيتو أبرز المشاهد والتغييرات بقطاعات الناشئين لكرة القدم في 2018. شاهدت طبعا 2018 تغيرات في قطاعات الناشئين في مصر، أبرزها تعيين الكابتن فتحي مبروك برئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بدلا من الدكتور عمرو أبو المجد، والدكتور عمرو المجد برضو لازم نشيد به في برنامج الأشبال، قدم موسم كويس جدا مع النادي الأهلي. قطاع الناشئين بالمقاولين تولى الكابتن رفعت رجب ريعو الشهير بريعو قيادة قطاع الناشئين في المقاولين العرب بدلا من كابتن علاء نبيل. برضه في الزمالك تغييرات جذريه في تشكيل الاجهزه الفنيه خلال الموسم الحالي، تولي الكابتن سامي الشيشيني بدلا من الكابتن بدر حامد، والكابتن برضه تولى الكابتن ماهر همام، حصل تغيرات في الانتاج الحربي تولى الكابتن ماهر همام. في استقرار في بعض قطاعات الناشئين منها الكابتن محمد فؤاد العقيد محمد مهدي قطاع الجيش، في الداخليه اللواء عبد العزيز علي عبد العزيز مدير الكره رئيس قطاع الناشئين بالنادي الداخليه، في امبي برضو الكابتن امام محمدين ما شاء الله يعني نتمنى له الشفاء العاجل ربنا يديله الصحه، عمل شغل هايل على مدار سنوات طويله في قطاع الناشئين بامبي، كان بيفكر في الاستقاله عن منصبه لولا اقناعه بالاستمرار من قبل اداره النادي المحرم. في البطولات برضو في 2018 فرقه طلائع الجيش مواليد 97 خدت البطوله، امبي مواليد 99 خدت البطوله، الاهلي 2001 خد البطوله، وبرضه الاهلي خد بطولتي مواليد 2000 للقطاعات و2002. ازمه المسنين برضه كانت في 2018 خدت حيز كبير، ودايما هنا في برنامج الاشبال بنستعرض دايما كل المشاكل من ملاعب او مسنين، برضه كان ليها دور كبير في 2018 وكان ليها حلول في سوبر منطقه القاهره مواليد 2003 في الموسم الماضي، هي الابرز المشكله دي واللي تم تصعيدها الى اتحاد الكوره. ما برضو معانا من فيتو ايقاف مسابقات الناشئين بسبب امتحانات نصف العام بمنطقه الاسماعيليه، ودي في كل المناطق مش في اسماعيليه بس، في منطقه القاهره في الجيزه في اسماعيليه في كل المناطق طبعا في ايقاف عشان فتره الامتحانات، بنتمنى لاولادنا ان شاء الله التوفيق في دراستهم في الامتحانات نصف العام. برضو من فيتو معسكر المنتخب يؤجل مباراه سموحه وانبي في دوري الجمهوريه 48 ساعة، كابتن ربيع ياسين معسكر المنتخب 2001 هيتم تأجيل المباراة دي، واحتمال الدوري كله إن شاء الله يتأجل، كنا هنكون احتمال إن شاء الله معاكم الجمعة اللي جاية على ملعب الأشبال على شاشة قناة النادي الأهلي، كان في مباراة الأهلي وحرس الحدود لكن برضو احتمال تتأجل، وهنبقى نعمل لحضراتكم إن شاء الله وننوه إن شاء الله المباراة تكون إمتى، دي برضو في خطتنا إن احنا نذيع مباريات لكل الناشئين سواء 97 أو 99 أو 2001. كانت منطقة القاهرة برضو بتواصل التألق، منطقة القاهرة برئاسة الكابتن حمادة الشربيني زي ما عملوا دورة لتثقيف المدربين، كان فيها دكتور عطية السيد الكابتن علي الخليل الدكتور عمرو أبو المجد وما شاء الله عملوا يعني أداء رائع فيها، وده من دور منطقة القاهرة أنها دايما بتثقف المدربين وبتقدم لهم دايما الدعم علشان دايما يطلع عندنا شبل أو يطلع عندنا ناشئ دايما على أعلى مستوى، لازم يكون المدرب برضو على أعلى مستوى. برضه منطقة القاهرة أقامت دورة تثقيفية لحراس المرمى، كان بيحاضر فيها طبعا الكابتن الكبير الكابتن فكري صالح، تاريخ كبير الكابتن فكري صالح في حراسة المرمى في مصر وفي العالم العربي. معانا على التليفون كابتن فكري صالح، ازيك كابتن فكري؟ كابتن أسامة صباح الخير، وشرف عظيم ليا اللي أكون في قناة الأهلي العظيم. ده أنا سعيد والله إن حضرتك معايا على مداخلة تليفونية على قناة الأهلي في برنامج الأشبال يا كابتن فكري. ماشي، يعني شرف ليا ان كابتن اسامه، وده في حد ذاته شرف ليا لان يعني انا اعرف كابتن اسامه من زمان، اللاعب الخلوق والانسان القدير، فطبعا شرف عظيم ليا ان اكون في مداخله معاك. كل سنه وحضرتك طيب.
كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة على حضرتك وعلى كل الشعب. منطقة القاهرة أقامت الفترة اللي فاتت دورة تثقيفية لحراس المرمى كان بيحاضر فيها المحاضر العالمي كابتن فكري صالح. كلمنا عن الدورة التثقيفية دي يا كابتن فكري. والله هو الحمد لله رب العالمين، أنا بدأت المشوار التثقيف أو تطوير، أقول تطوير علم مدربي حراس المرمى من حوالي سنة. تمام. من أول ما دولة الإمارات الكريمة بعتت لي أو الحبيبة بعتت لي دعوة عشان ألقي محاضرات لمدة 3 أيام هناك. تمام. وبعد نجاح هذه الدورة نجاح غير طبيعي، خدت قرار إن أنا مش هشتغل في الدوري، عشان طبعا لما بتشتغل في الدوري ما بيبقاش عندك أي وقت لهذا الدور. تمام. فقلت لا، ده في دور جديد لازم أقوم بيه، اللي هو أولادي وإخواتي مدربين الحراس اللي هيرافقوا أجيال كتيرة، لازم يبقى نديهم خبرات ال 45 سنة عشان يطلعوا لنا أجيال واخدة حراسة المرمى واخدها من بدري على علم وعلى أسس سليمة، ما يبقاش في الأخطاء اللي احنا بنشوفها مع أجوان كتير. فبالتالي بدأت هذه سلسلة الورش من بورسعيد إلى أسوان إلى اتفضل كابتن. منطقة القاهرة كلموني على ورشة المؤتمر، الحمد لله جه 98 مدرب، والحمد لله كانت الخبرات اللي انا كنت عايز اديها لهم الحمد لله لدرجة كبيرة جدا، لان برضه الدورة 3 ايام فبتبقى ما عندكش الوقت الكافي، ولكن الحمد لله كانت ناجحة بجميع المقاييس. طيب عايزك بقى تطمن كل جمهور مصر يا كابتن فكري، عندنا فعلا حراس مرمى وانت بتتابع كده الدوري الممتاز وبتتابع دوريات الناشئين، فعلا عندنا حراس مرمى واعدين ان شاء الله للكره المصريه؟ لا انا متفائل جدا كابتن اسامه ان اللي جاي، وده التفاؤل تفاؤل تعرف انا تعاملت او خدت من الجنرال محمود الجوهري الاسلوب بتاعه او حاجات كتيره، لان هو يعتبر المعلم والقائد والمربي، فما بيقول كلمة كان بتبقى بحسابات، فأنا كلمة برضو ما بقول أنا متفائل إن المستقبل مشرق لحراس المرمى ده حقيقي وبالورق والقلم. لو بصيت السنة اللي فاتت مستوى الحراس في الراوند الأولاني، تمام، ألاقي السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت، طالع حراس مرمى أجيال متعاقبة أكثر من اسم ظهر في الدوري الممتاز. في النهارده المنتخب بتاع الاولمبي في 3-4 حراس على مستوى نقدر نستفيد منهم مستقبلا، منتخب الكابتن ربيع مختار، كابتن ربيع ياسين، تمام، ما شاء الله، وهو بيشتغل على اسس علميه، اختياراته نفسها في حد ذاتها تدي لك الثقه ان لا الورش اللي اتعملت للمدربين حراس المرمى خلال الفتره اللي انا حكيت حضرتك عليها اكثر من 9 ورش، والفتره الجايه يعني كابتن محمود سعد عامل برنامج انا شفته، المفروض يعني هنبدا من يوم 5 من يوم السبت في رحله من تعتبر في جنوب الصعيد مكان كان قبليها في الاقصر واسوان، كابتن احمد ناجي العظيم كان موجود وكابتن محمود سعد، كل الحاجات دي بتقول لي لا في ان شاء الله شيء مشترك لمملكه العمالقه في مصر. شكرا كابتن فكري صالح مدرب حراس منتخب مصر الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. كابتن فكري صالح اسم كبير جدا في عالم التدريب في حراس المرمى، عاصر طبعا كابتن محمود الجوهري الاسم برضه كبير في عالم التدريب، فاكيد الورش دي يعني هتعود بالنفع على مدربين حراس المرمى سواء في الناشئين او في داخل قطاعات الناشئين في مصر. هنروح لفاصل وبعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم مره ثانيه. بنجدد التحيه لحضراتكم مره ثانيه، وهنستعرض دلوقتي مع حضراتكم جداول ترتيب فرق القطاع، وهنشوف كل الفرق في المسابقه. زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه مع حضراتكم ترتيب فرق دوري الجمهوريه مواليد 97 فريق شباب الاهلي. الاهلي في المركز الاول لعب 16 مباراه، فاز في 14 مباراه وتعادل في ماتشين، حرس الحدود والمقاولين مفيش خساره، اقوى خط هجوم 38 هدف وعليه 10 اهداف برصيد 44 نقطه. في المركز الثاني مصر المقصه،
في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فارق بين الأهلي والمقصة 11 نقطة. بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة. حرس الحدود في المركز الرابع برضه بنفس النقاط 30 نقطة. إنبي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة. طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 28 نقطة. بتروجيت في المركز السابع برصيد 21 نقطة. وادي دجلة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة. والمولين العرب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة. بقيت الترتيب: الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 22 نقطة. الزمالك، شوف الزمالك في المركز الحداشر برصيد 22 نقطة. ولما تلاقي المركز الزمالك في المركز الحداشر تعرف مدى اهتمام النادي الأهلي بقطاع ناشئينه. لما تلاقي الزمالك في المركز الحداشر، والزمالك مش في 97 بس، ده هتلاقيها في 99 وهتلاقيها برضو في 2001. نجوم اف سي مركز الاتناشر برصيد 21 نقطة. سموحة 13 17 نقطة. 14 الاتحاد، 15 الجونة، 16 الانتاج الحربي، 17 المصري، وفي المركز الأخير برصيد 9 نقاط نادي الداخلية. ده بالنسبة لترتيب دوري الشباب 97. هنشوف دلوقتي برضو 99 برضو الأهلي في المركز الأول، لعب 17 مباراة، فوز في 11، تعادل في ماتشين، تعادل في 4 ماتشات وخسارة في ماتشين. ليه 35 هدف وعليه 18 هدف، الأول برصيد 37 نقطة. الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة. الفارق ما بين الأهلي والإسماعيلي نقطتين، ودوري 99 برضو من الدوريات القوية جدا. إنبي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة. المقاولين العرب في المركز الرابع، الخامس مصر مقصة، السادس الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم هتلاقي الزمالك في كل المسابقات في المركز ممكن السادس السابع العاشر. ده يبين لك مدى اهتمام النادي الاهلي بقطاع الناشئين والمواهب الموجوده عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. المركز السابع نجوم اف سي، المركز الثامن سموحه، المركز التاسع المصري. معانا بيت الجدول. في المركز العاشر بيراميدز، المركز ال11 الانتاج الحربي، ال12 طلائع الجيش، 13 الاتحاد السكندري، 14 حرس الحدود، المركز ال15 بتروجيت، 16 وادي دجله، 17 الداخليه، والجونه تاتي في المركز الاخير برصيد 7 نقاط. ده كان مواليد 99 بقياده الكابتن مدحت طه. هنشوف دوري 2001. الثلاث دوريات دول دوري جمهوريه، على مستوى الجمهوريه كانه دوري ممتاز بالظبط. 2001 بيقوده الكابتن احمد سراج. النادي الاهلي في المركز الاول، 19 مباراه لعب، فوز في 16 مباراه، تعادل في 3 ماتشات ما فيش خساره. اقوى خط هجوم برصيد 57 هدف، عليه 10 اهداف، الاول ب 51 نقطة. طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، وطلائع الجيش ليها لسه مباراة مؤجلة. مصر المقصة في المركز الثالث برصيد 35 نقطة. المركز الرابع انبي، الخامس الزمالك زي ما قلت لحضراتكم، السادس حرس الحدود. النادي الاهلي بيهتم فريق اول وقطاع ناشئين، مش فريق اول بس، فريق اول وقطاع ناشئين. قطاع الناشئين هو ده الاساس، عشان يبقى عندك اساس قوي لازم يبقى عندك قطاع ناشئين قوي. سادس حرس الحدود، السابع بتروجيت، الثامن المقاولين العرب، التاسع الانتاج الحربي. بعد كده عندنا في المركز العاشر المصري، المركز ال11 سموحه، المركز ال12 بيراميدز، ال13 الاسماعيلي، ال14 الاتحاد، 15 نجوم اف سي، 16 وادي دجله، 17 الداخليه، وفي المركز الاخير مركز ال18 الجونه برصيد 7 نقاط. شفنا احنا دلوقتي الجداول، ما شاء الله النادي الاهلي متصدر مسابقه 97، مسابقه 99، مسابقه 2001، وبنحيي كابتن عادل عبد الرحمن وجهازه الفني، كابتن مدحت طه وجهازه الفني، كابتن احمد سراج وجهازه الفني، طبعا بنحيي راس المنظومه الكابتن فتحي مبروك على الشغل الهائل ما شاء الله اللي ظاهر في جداول الترتيب. دايما في برنامج الاشبال بنسلط الضوء او بنبرز موهبه داخل قطاع الناشئين بنتنبأ ليها ان شاء الله هيكون ليها مستقبل، وهيكون ليها مستقبل مع الفريق الاول. النهارده لاعبنا هو مصطفى الياس، مواليد 2000، باك ليفت ومساك. مصطفى الياس هو خريجي اكاديميات النادي الاهلي. نشوف تقرير نجم على الطريق مع مصطفى الياس ونجرى حضراتكم مره ثانيه. انا مصطفى الياس علي المرغني، مواليد 2000، بلعب ظهير ايسر وقلب دفاع من محافظه المنصوره. يا ولد يا ولد.
بدأت لعب كورة وأنا عندي 4 سنين. رحت أكاديمية الأهلي في المنصورة عندنا، كان ماسك مدير الأكاديمية كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان كل سنة بيعملوا مهرجانات كده بتاعت الأكاديميات كلها. ورحت منتخب الأكاديمية ده هو بيطلع على الناشئين. كابتن سيد عبد الحفيظ كان اختارني من محافظة المنصورة، من أكاديمية المنصورة، أنا وأحمد حاتم أكبر مني بسنتين. جينا هنا في مع منتخب الأكاديميات وقعدت معاهم، والحمد لله اتأيدت في النادي الأهلي سنة 2009. ده كان حلم ليا وكان حلم لأي حد إن هو يبقى في النادي الأهلي، وأنا اجتهدت وأنا صغير إن أنا كنت إن أنا يعني حابب إن أنا أبقى موجود في المكان دوت، والحمد لله ربنا ساعدني ووالدي ووالدتي تعبوا معايا جدا إن أنا أبقى موجود في المكان ده، والحمد لله إن أنا موجود في النادي الأهلي. اتعلمت في قطاع الناشئين إن هو أهم حاجة هنا في النادي الأهلي الالتزام والروح. تعودنا إن إحنا نكسب كل ماتش، ما عندناش حاجة اسمها هزيمة، التعادل بالنسبة لنا يعتبر هزيمة. تعودنا على الروح وإن إحنا كلنا هنا بنحب بعض، والالتزام أهم حاجة هنا في النادي عشان تبقى لعيب كويس. قعدت سنة أجي من المنصورة كل يوم على حسب تمريناتي وأسافر، لغاية أما قعدت هنا في القاهرة نقلت عيشتي كلها هنا، ونقلت مدرسة ونقلت كل حاجة، وبقيت الكورة هي الكورة هي حياتي يعني. والله وكل المدربين اللي مسكيني تعبوا معايا جدا، بس أكتر حد تعب معايا كابتن أحمد سراج، ساعدني إن أنا أبقى كويس، قعد معانا 4 سنين خدنا فيهم البطولة، وساعدني إن أنا أبقى لعيب كويس وأشد حيلي، وساعدني جامد جدا في الكورة حتى وفي واجبات مركزي، وعلمني كويس جدا. ودلوقتي كابتن أمين عرابي برضو تعب معايا، ووظفني في مكان غير مكان، أنا كنت بلعب باك ليفت، وظفني في سيرد باك، وشايفني إن أنا كنت في المركز ده أنا كويس، وصعدت 99 وصعدت 97 سيرد باك، وبلعب مع 99 أساسي سيرد باك ومع الألفين. كل أصحابي بمواليد اللي هو بمواليد 2000 كلنا لعيبة قريبة من بعض وعلى طول مع بعض وكويسين جدا مع بعض. أحسن حاجة فينا إن إحنا فريقنا كلها بتحب بعض. والله والدي ووالدتي تعبوا معايا جدا جدا جدا، أحب أشكرهم وربنا يخليهم ليا، وأحب أقول لوالدتي عيد ميلادها كان قريب، كل سنة وهي طيبة وربنا يخليها ليا. لا أنا بابايا كان على طول معايا يقول لي لو لعبت كويس النهاردة هديك فلوس. فأول حاجة كان أول ماتش كنت لعبت فيه كويس، بعد ما هو اتكلم معايا وكده اداني 200 جنيه وهو الفترة دي بقى قال لي كل جول هتجيبه ليا 100 جنيه منه. أنا بشتغل على نفسي إن أنا أطلع درجة أولى وإن شاء الله احترف عن طريق النادي الأهلي. هنا في النادي الأهلي أي واحد بيلعب هنا في النادي الأهلي لازم يكون لعيب كويس، ولو راح أي نادي تاني هيبقى نجم فيه. بس هو اكيد في كذا لعيب كده لعيبه كويسه، هو في زياد طارق طبعا وشادي رضوان ومصطفى شوبير، هم 3 جوان اللي فاكرهم لغايه دلوقتي. اول جول الكابتن ابو تريكه في الصفاقسي، وجول شهاب الدين احمد في الاتحاد الليبي، وجول كابتن عماد متعب في سيوسبور. مصر مصر الاعلى سيد معوض، وبره مصر مارسيلو. بتابع برنامج الاشبال على طول مع والدي وبتفرج عليه، وبرنامج كويس جدا وناجح يعني. مصطفى الياس خريج اكاديميه النادي الاهلي بالمنصوره، وده الدور المهم اللي بتلعبه اكاديميات النادي الاهلي في كل محافظات مصر، انها دايما بتصعد لقطاع الناشئين لعيبه ومدربين واداريين، وده اللي كانت مداخله لينا مع الكابتن خالد بيب. كان في اقاويل خلال الفتره اللي فاتت وكلام كتير وشائعات عن هروب هشام شعبان نجم فريق شباب النادي الاهلي بعد ظهور بعض الصور مع احد وكلاء اللاعبين. كان معانا مداخله مع كابتن عادل عبد الرحمن ووضح الامر. نشوف اللاعب نفسه دلوقتي هشام شعبان قال ايه، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اول حاجه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا الحمد لله عملت العمليه بنجاح
وخلاص شلت السلك اهو، ومنتظر التأهيل من يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ولا هربت ولا اي حاجه، انا رحت اعمل عمر عادي. انا استاذنت كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن ياسر رجب ان انا عايز اعمل عمره بعد العمليه على طول. هي اللي شعل الدنيا ان انا مثلا عملت العمليه بعديها بثلاث ايام على طول سافرت. لا، هي اللي حصل ان انا كانت التاشيره بتاعتي كانت طلعت خلاص، فبعد العمليه بثلاث ايام ان انا كنت المفروض اسافر. فقبل ما اسافر مضيت مع كابتن تامر النحاس، مضيت مع عادي، اي لعيب بيبقى ليه ايجنت عادي بس، ومضيت معاه وسافرت. مضيت معاه قبل ما اسافر بثلاث ساعات او اربع ساعات بالظبط بس. فسافرت على طول عادي بقى، مسافرت رحت السعوديه، رحت اعمل عمره. بعد ما عملت العمره هشام هرب ولا انا هربت ولا حاجه، وخلصت عمرتي. وحتى لما الكلام ده اتقال عليا وبتاع، انا حتى بقيت مستغرب. كابتن عادل كلمني، كابتن ياسر رجب كلمني، ايه يا ابني اللي حصل وبتاع. قلت لهم ما كابتن فيش اي حاجه، كانوا بيطمنوا عليا وقالوا لي انت كويس، عملت العمره وكده. قلت لهم الحمد لله وعملت العمره وجيت. قبل ما امشي، قبل ما اسافر السعوديه، قبليها بثلاث اسابيع، وانت برضو كنت عارف، انا جددت عادي على بياض مع النادي الاهلي من غير اي حاجه خالص، ومن غير ما يقولوا لي انت هتاخد كام ولا الكلام ده. قالوا لي هتجدد للنادي الاهلي، مسكت القلم ومضيت وخلاص. والله العظيم ما اعرف كنت هاخد كام حتى. فانا ابن النادي الاهلي، وانا من ناشئين النادي الاهلي، وانا بحب النادي الاهلي. فانا حتى استغربت بالكلام ده، يعني انا استغربت بالكلام ده جدا. يعني انا فتحت النت وبتاع، فلقيت لك هشام هرب. لا، انا ما هربتش، انا موجود في النادي الاهلي وماضي في النادي الاهلي عاد مده خمس سنين. طبعا كابتن عادل كاب لينا بصراحه، وشخصيه محترمه جدا جدا جدا، هو كابتن ياسر رجب. لا، كابتن عادل قبل ما اسافر كلمني وقال لي، قال لي تعالى لي، قعدت معاه هنا في النادي، عمل معايا جلسه، قال لي روح اعمل عمره دي حاجه كويسه وبتاع بعد الاصابات اللي انا كنت بمر بيها كتير. فقال لي لا، انا اسمح لك ان انت تروح تعمل عمره. وانا طبعا بشكره جدا جدا ان هو سمح لي ان انا اروح اعمل عمره، ورحت عملت العمره. واول ما وصلت السعوديه كلمني، وكان كل يوم يطمن عليا بصراحه. يعني كان كل يوم يوميا كان يتصل بيا ويكلمني ويقول لي انت عامل ايه وصحتك عامله ايه وعملت العمره ولا لا. لا، كان بيطمن عليا بس. فهو ده كل اللي حصل. فاشاعات طلعت ان انا هربت، حتى وقال لي ما تحطش في دماغك. انا حتى اتضايقت لما الكلام ده حصل، قال لي ما تحطش في دماغك وعيش دنيتك واعمل عمرتك وتعالى لنا بالسلامه، احنا مستنيينك. كابتن عادل طور مني كتير قوي بصراحه، اتعلمت منه حاجات كتيره جدا جدا جدا. راجل يعني بص، ولسه برضه بيعلمني حاجات. لا، راجل طور مني حاجات كتير قوي، كاسلوب بره الملعب، ودي اهم حاجه جدا، واسلوب جوه الملعب، دي برضه حاجه مهمه جدا. تكتيك ولعب وكوره والحاجات دي لا خلاف عليه بصراحه. لا، علمني حاجات كتيره وتعلمت منه حاجات كتيره بصراحه. ما شفتش من قليلين جدا المدربين اللي يوميا تعمل مثلا لكل لعيب محاضره فيديو، يعني بفيديو كده يتجاب ويتعمل وبتاع، يعمل لكل لعيب محاضره فيديو، يوري له تحركاته ازاي، هيلعب ازاي، المطلوب منه في اللعب. لا بصراحه، لا كابتن كبير بصراحه جدا. يعني مسميني جان، يعني هو بصراحه كابتن عادل، هو كمان انا بقول له انت جان بصراحه. لا، هو حبيبي كابتن عادل، يعني فكة بتاعتنا بصراحه، وربنا يخلي لينا هو كابتن ياسر رجب والجهاز كله طبعا. لا، كابتن عادل مدرب كبير بصراحه، وتربطني علاقه بينه وبينه علاقه حب وعلاقه شخصيه جدا بصراحه. كابتن عادل حبيبي جدا. يعني اقول لكم انا موجود في النادي الاهلي، انا قبل ما اسافر جددت على بياض، وانا ابن النادي الاهلي ومستحيل اعمل حاجه زي كده، مش تربيتي خالص، والنادي الاهلي ما علمناش حاجه زي كده. حتى لو النادي الاهلي مش عايزنا، انا تحت امر النادي في كل حاجه، وانا جددت عقدي مع النادي وانا موجود في النادي. النادي عايزني انا موجود، النادي مش عايزني برضو. شكرا للنادي الاهلي، وبشكرهم على السنين كلها اللي انا قضيتها مع النادي الاهلي، وانا ابن النادي الاهلي. هنروح دلوقتي لتقرير مهم جدا مع اللاعب حسين لطفي، لاعب مواليد 2000. حسين لطفي للاسف كان قبله يعني سوء حظ خلال الفتره اللي فاتت، يعني كان اجرى عمليه رباط صليبي وغضروف في نفس يعني الركبه. حسين لطفي من اللعيبه المميزه، لكن رسالتي من خلال برنامج الاشبال لحسين لطفي، كان عندنا في قطاع الناشئين لاعب اسمه ناصر ماهر، هو دلوقتي موجود في الفريق الاول.
برضه واجه نفس الظروف اللي انت بتواجهها، كان بس جاله 2 رباط صليبي، لكن كان عنده اصرار وتحدي وعزيمه انه يرجع. وبفضل الله يعني ناصر ماهر بعد كده تم اعارته لبتروجيت وتم اعارته لسموحه وتالق ورجع مره ثانيه النادي الاهلي واصبح من العناصر الاساسيه. فدي رسالتي لحسين لطفي، لازم يبقى عندك اصرار وعزيمه ان شاء الله عشان ترجع وتبقى احسن من الاول. كاميرا الاشبال راحت لحسين لطفي في بيته، شوف التقرير ده مع حسين لطفي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. هو الاصابه كنا بنلعب ماتش في الدوري مع فرقه عين الصيره، فكره طويله كده انا كنت بستلمها من على الجنب، فمهاجم الفرقه الثانيه فجي من ورا، ففي لحظه ما انا بلف رجلي الشمال فهو ثبتها في الارض فلفت، كان في لفه بقى وطقت جامد وحتى الصوت كان واضح يعني، وما قدرتش بعدها ان انا اكمل الماتش وطلعت رحت العياده، عملنا كده اللي هي تشخيص مبدئي ما قدرناش ان احنا نحدد فيه الاصابه كانت ايه بالظبط. بعدين عملنا بقى الاشعه المغناطيسيه وطلع ان فيها بقى صليبي وفي قطع في الغضروف الخارجي. هم طبعا حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوها بسرعه وحاولوا ان هم يمشوا الاجراءات بسرعه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان له دور مهم في كده. ويعني احنا عملناها بعدها مش ما كانتش فتره طويله يعني، الحمد لله قدرنا ان احنا نعملها في اسرع وقت. العمليه كانت عباره عن اللي هو قطع في الصليبي وقطع في الغضروف، طبعا اتعمل فيه خياطه. بعدها قعدت يومين في المستشفى، وطبعا بتابع بقى مع دكتور احمد عبد العزيز عنده في العياده لحد ما ركبه تبقى يعني لحد ما ركبه تبقى كويسه وكده. الله الحمد لله على كل شيء، وطبعا ده نصيب من عند ربنا، كل شيء مكتوب طبعا، والحمد لله الواحد مننا لازما في المجال اللي هو فيه لازما ان هو يتقبل الاصابات، ان احنا في الملعب في اي لحظه ممكن الواحد يتصاب فيها. طبعا الحمد لله، وان شاء الله العوده تبقى افضل من كده، وربنا يبعد الاصابات خالص ان شاء الله. طبعا يعني وفي ناس كتير وقفت جنبي الفتره ديت، وطبعا اول حاجه والدي ووالدتي واخواتي وزمايلي في الفرقه ما قصروش معايا في اي حاجه، وكل يوم بيكلموني وبيتصلوا بيا، وحتى ناس انا ما اعرفهاش اول ما عرفت الخبر كلمتني وطمنت عليا. طبعا يعني انا بشكرهم على وقفتهم جنبي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وان انا اقدر ارجع بقوه عشانهم وعشان مستقبلي ان شاء الله. والله هو حسين بيتكلم ان هو بواخد قوته مننا، بس انا اللي واخدين قوتنا منه بصراحه، يعني كل اللي هو الاصابات اللي عدت بيه. بالعكس يعني احنا شايفين ان حسين هو اللي واقف على رجله بيخلينا احنا كمان نقف على رجلنا معاه. الاصابه احنا دايما بنقول له الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ما حدش عارف الخير فين، واكيد ربنا ما بيبتليش حد الا هو عشان بيحبه بس. فانا احنا متاكدين انا ووالده ووالدته واخواته كل اللي معاه في البيت والعيله كلها عارفين ان ربنا اكيد شايل لحسين حاجه احسن بكتير من في المستقبل. يعني هي اكيد صعب لان كمان الصليبي هي بتاخر كتير، 6 شهور علاج طبيعي والكلام ده، وهو حتى كمان ان الاصابه الاولانيه جات له في وقت كان منتخب ناشئين زي لو حضرتك تفتكر يعني، فعطلته عن منتخب الناشئين، بس رجع اقوى من الاول وثبت مكانه، وكان راجع قعد تقريبا اخر في العلاج الطبيعي شويه، رجع ثبت مكانه تاني من اول وجديد بفتره غيابه، فهو قوي وهيرجع احسن من الاول تاني بعد الصليبي التاني ان شاء الله. ممكن اي حد في مكانه ممكن يتهز شويه بالاصابتين، بس احنا واثقين ان هو هيرجع احسن من الاول ان شاء الله. اقول لحسين يعني اصبر، واكيد نتيجه الصبر ده كله خير، وهنشوفك في فريق اول باذن الله في النادي الاهلي مش بره النادي الاهلي، وهنيجي نفكره بالاصابات دي كلها ونقعد نضحك معاه. وطبعا النادي الاهلي يعني ما فيش كلام يتقال في حق النادي الاهلي بصراحه ولا جماهير النادي الاهلي، نادي كبير، اكبر نادي في مصر، نادي القرن في افريقيا، مهما حصل ممكن حتى لو هيعدى بشويه اضطرابات بس هيقف تاني على رجله ان شاء الله. الدوري السنه دي للاهلي باذن الله.
كامر الأشبال دايما هتكون مع اللعيبة المصابة، زي ما كنا مع ابننا شادي رضوان في المستشفى وسندناه، برضو كامر الأشبال كانت مع حسين لطفي في البيت، وإن شاء الله يعني نسنده وندعمه لما يرجع الملاعب مرة تانية، وإن شاء الله يكون أحسن من الأول. وده دورنا في برنامج الأشبال. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيفي كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2004. بنجدد التحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي وضيفكم النهاردة كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2004. ازيك كابتن محمد؟ الحمد لله تمام. ازيك كابتن اسامه؟ مشرفنا ومنورنا النهارده. ربنا يخليك، الشرف ليا، وانا سعيد ان انا بشوفك النهارده في بالنسبه لك اول حلقه تقريبا في السنه الجديده. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يكرمك، وان شاء الله كده تبقى سنه جميله على النادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. قول لي بقى في البدايه كده كابتن محمد سعد، كم سنه تدريب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ انا يمكن حوالي 12 سنه. 12 سنة، بس كانوا 7-8 سنين ورا بعض، وبعد كده قطعت حوالي 4 سنين أو 5 سنين، وكده رجعت تاني بحوالي 3-4 سنين كمان. يعني تقريبا حوالي 12 سنة إن شاء الله. كان في محطة في النص كده ما بينهم مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر وتاع الشباب، وحققتوا إنجاز ما شاء الله، كأس الأمم الأفريقية ووصول كأس عالم، وقدمتوا مواهب للكرة المصرية. كلمني عن الفترة دي، إن دي فترة مهمة جدا في تاريخ قطاع مصر. الفترة دي كانت صعبة جدا، ولأن وقتها ما كانش فيه نشاط للكرة في مصر، كان الدنيا متوقفة، فما كانش فيه مسابقات للدوري، فكنا شغالين أكننا نادي. ففي شغالين يوميا. يوميا أكننا نادي، لأن تعرف المنتخبات لو الدوري شغال بيجي في وقت من الأوقات بتستقطع جزء من الدوري، وبتاخد فترات وبتدي تشغل فيها. إنما الفترة دي أنت عندك مساحة زمنية كبيرة، وعندك عدد من اللعيبة، فقفلت على نفسك فترة مناسبة جدا، كويسة جدا، قربت من اللعيبة وبتشتغل كنادي. تمام. ف50 لعيب مثلا القوام بتاع المنتخب، بتدخل ده وتطلع ده وتجرب ده وتجرب ده وبتحفظ وبتشتغل، فالموضوع كان مفيد جدا. ويمكن الحاجة الصعوبة دلوقتي بالنسبة للمنتخبات والمنتخبات اللي بعد كده واللي قبل كده، المساحة الزمنية اللي بيشتغل فيها المدرب مع اللعيبة فبتبقى قليله. فيعني صدفت، والحمد لله يعني كانت في صالحنا وصالح اللعيبه، واشتغلنا مع لعيبه مميزين جدا. عايز اعرف بقى ايه ابرز المواهب اللي اشتغلت معاكم في منتخب الشباب في الفتره دي وظهرت بعد كده؟ كل اللي كانوا موجودين كانوا مواهب، وكان ممكن يبقوا قد كده، وفي اللي ظهر في ناس كانت ثانيه كان ممكن يظهروا ويعدوا ويتفوقوا على الناس اللي احنا ممكن نتكلم عليها، لو كان يعني معلش كان يبقى فيه تنظيم شويه. تنظيم منتخب الشباب يخلص يطلع يكمل في منتخب اولمبي. تمام. يعني انا بتكلم على اللعيبه، سيبك من المدربين او لا، انا بتكلم على المدربين. يبقى في رؤيه للجيل دوت بالظبط كده، يعني اللي خرج منه مواهب بعد كده بالظبط كده. كان في ياسر ابراهيم، كان في اسامه ابراهيم، كان في تريزيجيه، كان في صالح جمعه، كان في كوكا، مسعد عوض، كهربا، رامي ربيعه، احمد رفعت، رامي ربيعه، مسعد عوض، صح. كان في لعبة مميزه كويسين جدا. ويعني لو كان في استمرار شويه للعيبه، ما بنتكلمش على المدربين، بنتكلم للعيبه، ان هو تخطط ازاي للجيل ده بالظبط كده، تخطيط بالظبط كده. طيب عايز اخدك بقى لوقت تاني مع سموحة برضو، مع كابتن حمادة صدقي. ما شاء الله في الفترة دي تاني دوري على ما أعتقد، وتاني كاس مصر، ده من أكبر إنجازات سموحة في الفترة دي وانت متولي مع كابتن حمادة صدقي. فالحمد لله كانت الفترة مميزة فيها مش إنجازات وحاجة بتتحقق حاجة كويسة. فمن ضمن الخطوات أو المحطة اللي بعد كده كان في سموحة، كان في تغيير فني في نص الموسم تقريبا. تمام. ورحت أنا وكابتن خالد مصطفى مع كابتن حمادة صدقي. تمام. والحمد لله اشتغلنا، كان وقتها في مجموعة دوري، مجموعة ومجموعة، كان مجموعتين الدوري، كان مجموعتين فعلا. فكان الحمد لله في نتيجه كويسه، وفرق هدف عن النادي الاهلي، كان باين احنا الوصيف بعد كده. وماتش الزمالك كان في مشكله، وكانت صعبه شويه على اللعيبه، ان هي خبراتها قليله ويبقى في اعتداء على الاوتوبيس بتاعهم، فكان الموقف صعب شويه للعيبه، انما لعبنا وكان برضه. فكانت موسم حلو. السنه اللي بعديها كملت انا مع لافاني، كان مدرب اجنبي، وكان كابتن حماده برضه ابتدى الموسم، انما ما حصلش توفيق
في اول حوالي اربع ماتشات كده، وبعد كده كملت مع ريفاني شويه كده، وبعد كده الدنيا ما ظبطتش يعني. 2004 بقى ورجعت بقى على النادي الاهلي. 2004 عايزين نتكلم بقى على 2004، يعني الجهاز الفني اللي شغال مع حضرتك في كابتن معتز اينو مدرب عام، وفي كابتن انور وجدي مدرب حراس مرمى، وفي اداري عمار، وفي مدير قطاع طبعا كابتن فتحي مبروك. عايز اعرف انا حبيبنا طبعا كبير كابتن فتحي، يعني ما شاء الله مع كل الفرق، وهشام حنفي طبعا نائب الفتر. عايز اتكلم بقى عن علاقتك بمعتز اينو، خاصه يعني اينو لسه اول سنه تدريب السنه دي، فمع كابتن محمد سعد، فالعلاقه بقى حتى انا بشوف العلاقه ما شاء الله، لما 2004 لعيب بيحرز هدف بيروح لكابتن محمد سعد وبيروح لمعتز اينو، فحتى في علاقه كمان كويسه مع اللعيبه ومع الجهاز الفني. هو معتز طبعا معزته عندي كبيره عشان والده الله يرحمه. الله يرحمه. كان راجل جميل جدا، وكان لعيب مميز، وكان ليه رصيد عندي يعني في مواقف بره الكوره يعني. فاينو طبعا مدرب واعد ومجتهد وبيشتغل، واول سنه انا بعذره ان هو جه يشتغل معايا. ياخد خبرات طبعا. لا هياخد شغل كتير ومفيش اجازات، وهتبقى فيه هيبقى فيه هرس كتير. فبتمنى له يعني ان شاء الله ان تبقى سنه كويسه بالنسبه له، وياخد فيها خبرات كويسه. وبدايه السنه التدريبيه دي بتبقى صعبه شويه، بيبتدي يعود نفسه على الصح ايه والغلط ايه، ويعمل ايه وما يعملش ايه، ويبقى مجتهد في 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 كده. وساعات يعني بكلفه، خلي بالك بكره هنعمل شغل معين، حضر الشغل، حضر هنعمل ايه وممكن نتناقش فيه او كده قبل التمرين. بيديله مساحه يعني في الشغل. لا انا اول يوم زي ما انا اشتغلت مع حبيبي وكابتني برضو علاء ميهوب، اول سنه انا فاكرها اشتغلت معاه، قال لي بص انت المدير الفني بتاع الفرقه دي كويس، وانا شغال معاك. يعني المدير الفني بيدي المدرب العام ثقه انه يشتغل براحته. فانا قلت له نفس الكلام زي ما قلت للمدرب حراس المرمى، انت المدير الفني بتاع حراس المرمى، هتشتغل وتعمل كل حاجه، ولو في حاجه هتلاقيني بتكلم معاك. نفس الحكايه كلمتها مع معتز، وقلت له الوضع 1 2 3، واعمل اللي انت عايزه، بس هنتناقش فيه ونقول الصح ايه والغلط ايه والكلام من ده. كويس اول العلاقه دي. لا لانه لازم كده، ما ينفعش لازم يبقى فيه مشارك ويقول مساحه يتعلم ويقول رايه. انا بتعلم منه يعني، انا بتعلم قبليه. فانا ممكن اتعلم حاجه هو بيقولها. يعني ما التعليم او الخبرات او الواحد يصحح حاجه مش ما بتحتكرش على سن او واحد كبير او واحد صغير. زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه، يعني دي زياره كانت مهمه في بدايه الموسم، الكابتن محمود الخطيب وهو بيزور قطاع الناشئين. يعني شفت الزياره دي واثرها ازاي يا كابتن محمد؟ طبعا زياره مهمه جدا، ويعني مش عايز اقول ما حصلتش قبل كده كتير، انما رساله واضحه ان في تواصل كويس قوي ما بين مجلس الاداره والمدربين وقطاع الناشئين، وان الناس قريبه والهدف واحد، وان احنا بنعمل لعيبه ليها مواصفات خاصه. والشعار بتاع النادي ده صعب جدا ان حد يفرط فيه بسهوله، اذا كان لاعب او مدرب او واحد شغال في الجهاز. تمام. والموضوع محتاج مجهود جامد جدا عشان يبقى شرف لاي لعيب ان هو يلبس التيشيرت، عشان الرساله توصل للعيب. بالظبط كده. عايز اخدك بقى وارجع ورا لفتره الاختبارات. كنت انا في بدايه الموسم بتفرج على مباراه ليكم، وكنت كسبتوه على ما اعتقد 6-0 وقتها، وكان في لعيب مميز فبنسال عنه واحنا قاعدين بره، قالوا لنا اللعيب ده من الاختبارات. فعلا الاختبارات السنه دي طلعت مواهب لفريق 2004؟ لا، هو الموضوع صعب جدا. الاختبارات بتبقى اعداد وارقام كبيره جدا، وتوقيتات بتاعتها صعبه جدا، وفيها مشاكل كتير قوي. بيجي لنا ناس بيبقى لعيب كويس قوي بس شكله مش مناسب للمرحله السنيه اللي هو نازل فيها. انت قصدك في حته التسنين والتزوير؟ لا حتى كمان في الاختبارات يعني. بتيجي؟ لا طبعا. لما انا هاجي لها دلوقتي الموهبه قليله طبعا. الموهبه قليله يعني، بس احنا طبيعي ان احنا بنشتغل الاختبارات فتره كبيره، بتاخد حقها كويس قوي، بيبقى في مرحله اولى وثانيه وثالثه. في الاخر خالص بتصفي على عدد من اللعيبه بعد المرحله الثالثه، بناخدهم ممكن نصفيهم تاني او بيخشوا على الفرقه، وبنشوف اللعيبه المميزين فيها ايه. فحضرتك بتقول لي انت الاختبارات بقى
بتفرز فعلا ل 2004 او لكل فرق القطاع، يعني السنه دي حطيتوا ايديكم على لعيبه مميزه خدتوها من اختبارات دعمتوا بيها فريق 2004؟ متهيألي لا، متهيألي لا، بس كان في لعيبه كتير جات وخرجت انما لعيبه احنا خدناهم من ومضيناهم من اختبارات. متهيألي لا. تمام. طيب لا يعني بتنزلوا للمحافظات او ممكن بالكابتن محمد سعد بيدي يوم في الاسبوع او كل فتره انك بتدي مساحه للعيبه مثلا جديده عايزه تيجي تشوفها في الملعب مع اللعيبه القديمه؟ يعني محدد يوم كل فتره؟ كل يوم حد بقى، يعني بيبقى عندنا بنلعب ماتش يوم الجمعه وبناخد السبت راحه، ويوم الحد بيبقى في مساحه من الوقت ان احنا نشوف لعيبه جديده. فبيجي نبقى متكلمين مع كل المدربين اللي حوالينا وكل الناس اللي عندهم اتصال بناشئين وكده، وبنتفرج عليهم ونديهم جزء من التمرينه وبنتفرج عليهم كل حد لحد بعد كده لما بيبقى العدد بيزيد قوي. كابتن فتحي قال لا لازم نقنن الموضوع ده، فخلينا نلاقي حد وحد لا، يعني اسبوع واسبوع وبنشوف لو حاجه كويسه بيبقى حاجه كويسه. بس عموما السن الصغير بتبقى فيه لعيبه كتير متاحه او ممكن يبقى فيهم لعيبه كويسين. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم عن الاختبارات، هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن دليل الناشئين ويرجع لحضراتكم نواصل الحوار مع الكابتن محمد سعد. ليس كل من يلعب كرة القدم يمكنه أن يكون لاعبا محترفا. الأشبال يقدم لكم روشتة من 10 نقاط لتصبح لاعبا محترفا، ابدأ منها وتذكرها جيدا. لنبدأ من الإرادة، هي العنصر الأهم في هذه المعادلة، فبدون الإرادة والإصرار على أنك تكون قادر للوصول إلى ما تريد لن تحقق النجاح. إن أنجح الرياضيين العالميين فشلوا في بداية الأمر لكنهم أصروا على النجاح كانت النتيجة إيجابية. لابد أن تتأكد أنه من الصعب بل من المستحيل أن تنجح من المحاولة الأولى وحتى الثانية. استمر في المحاولة حتى تتمكن من النجاح، لا تدع أحدا يهبط من عزيمتك. الانضمام إلى نادي كرة قدم هو بداية الطريق إلى احتراف الكرة مهما كان لديك من مهارات، بدون أن تنضم إلى ناد يعطيك الفرصة ويصقل مهاراتك، فإن أهمية النادي تكمن في توفير الفريق الذي من الممكن أن يعطيك الفرصة للعب كرة قدم حقيقية، سيرشدك إلى الطريق الصحيح لتتعلم التقنيات والمهارات اللازمة. اللعب الجماعي، إن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية وليست فردية. إذا أردت أن تكون النجم الأوحد فننصحك أن تلعب رياضة فردية مثل التنس أو الملاكمة، وإذا أردت أن تلعب كرة القدم فعليك أن تتحلى بروح الجماعة، ألا تكون أنانيا حتى لا يكرهك بقية أفراد الفريق. الكثير من الموهوبين لم يحالفهم الحظ في النجاح لأنهم كانوا يلعبون بمفردهم طوال الوقت يحاولون أن يسجلوا بأنفسهم، وهذا خطأ. عليك أن تتشارك الفريق في اللعب. المهارات الأساسية، استلام الكرة، التسديد، الجري بالكرة، تنفيذ الضربات الثابتة، هذه كلها من الأمور الأساسية في كرة القدم، عليك أن تتدرب عليها، وكلما تدربت أكثر، كلما زادت هذه المهارات أكثر وأكثر. إطاعة أوامر المدرب، المدرب هو العقل المدبر لنجاح الفريق لأنه يرى في الملعب ما لا تستطيع أن تراه أنت، وحتى تتمكن من الاستفادة القصوى من خبرته تأكد بأنك لو لم تنفذ ما في رأسه سينتهي بك الأمر خارج الملعب. الالتزام والمثابرة، على لاعب كرة القدم أن يتدرب يوميا ولساعات طويلة، أن يلتزم بساعات التدريب، يركز أثناء التدريب، ليس هناك ما هو سهل في طريق الاحتراف لكرة القدم. عليك أيضا أن تبتعد عن كل ما يضرك أو الطعام غير الصحي. اللياقة البدنية،
طول النفس وقوة التحمل أساسيان في كرة القدم، لأن مباراة كرة القدم طويلة وإمكانية الاستراحة تأتي بعد 45 دقيقة من الجري والقفز. من الممكن أن يتعرض لاعب كرة قدم إلى شد عضلي أو أزمة قلبية إذا ما حمل جسده فوق طاقته. يمكن اكتساب اللياقة بسهولة من خلال التمرينات اليومية على الجري والسباحة وتمرينات اللياقة المختلفة والامتناع عن الأشياء الضارة بالصحة، بالإضافة إلى الرشاقة والوزن الصحيح للجسم والأكل الصحي. السرعة، من الممكن أن تكون لائقا بدنيا لكنك بطيء. من المهم جدا للاعب كرة القدم أن يكون سريعا، لأنك ستلحق ما هو أسرع وأخف منك في كرة القدم وهو الكرة. اكتساب السرعة يأتي من تقوية عضلات الساقين والأفخاذ وعلى التدريب المتواصل على الجري. كلما كان اللاعب سريعا كلما زادت فرصته في النجاح. التوافق العضلي العصبي هو عنصر مهم جدا، لأنك تستعمل عقلك في تحريك جسدك وتمرير الكرة وتقدير التسديدة وميل قوتها واتجاهها. لابد أن يكون عقلك وأعصابك قادرين على التحكم الدقيق بعضلاتك لتتمكن من تنفيذ ما يأمره رأسك. الذكاء وسرعة البديهة، إن لعبة كرة القدم ليست فقط مجرد أن تركض في الملعب وتمرر الكرات وتسدد على المرمى، إنها أيضا تكتيك وذكاء. عليك أن تشاهد من حولك من اللاعبين تمرر الكرة بطريقة محترفة وصحيحة، تحاول أن تتواجد في مناطق صحيحة وأن تفتح الملعب وأن تقرر أين ولمن ستمرر الكرة بسرعة وماذا عليك أن تفعل إذا حصرت. إذن بعد هذه النصائح، ليس كل من يلعب كرة القدم يمكنه أن يكون لاعبا محترفا. الأشبال يقدم لكم الروشتة. بجد تحية مرة تانية لضيفي الكابتن محمد سعد. عايز أخذك بقى النقطة كابتن محمد، مهمة جدا، أبرز المشاكل والصعوبات اللي بتواجه كابتن محمد سعد في دوري 2004. إيه بقى التسنين والتزوير، أخباره إيه معك؟ لا أنا عايز أقولك حاجة، الموضوع ده يعني هرجع فلاش باك كده الفترة كده، كان في منتخب موليد 94. موليد 94 كابتن محمد عمر هو اللي كان ماسك المنتخب ده. تمام. كابتن محمد عمر عمل اختيارات وقياسات وعمل اختار فرقه ولعب ماتشات وديه، والمفروض السفر للبطوله المجمعه كانت في السنغال تقريبا. هيسافر كمان اسبوع، ففي قرار من اللجنه المنظمه ان لازم يتعمل تيست للعيبه عشان يعرف الاشعه اللي هي العظمه بتاعت الكلام. فيمكن قبليها مش باسبوع، يمكن يعني تقريبا، بس قبليها بفتره قريبه يعني. فطلع حوالي 10 11 لعيب الجهاز ده بيقول لا، ان هو دوت مش السن بتاعه. كبار اللعيبه دي موجوده او كانت موجوده بتلعب في انديه. طب. في انديه ومصنفين وبيلعبوا بقالهم سنه واثنين وثلاثه ولاعيبه مميزين في فرقهم. مره واحده لما حاجه زي كده تحصل يبقى الموضوع مش شكله صح، انما انا بالعقل كده وبالطب لا مش مظبوط. طبعا. فالكلام ده موجود لحد دلوقتي، بتعاني منه فعلا. موجود لحد دلوقتي، يعني لو انت بتروح 2004 وبتقابل مثلا اي فرقه بتلاقي فيه اعمار سنيه كبيره فعلا، يعني بتلاقي فيه ولد فارق في الفرقه الثانيه في السرعه وفي القوه. طب انا هقول لك على الموقف ده والموقف بتاع السنه اللي فاتت بالنسبه لي، ان انا كنت ماسك 2003. يعني انا واخد 12 بونت مثلا او 16 بونت من فرق فيها تزوير. وبعدين يعني المرحله السنيه اللي هي بتاعه 2003 او 2004 دلوقتي، البراعم اللي قبليها ما بيسمحوش للناس اللي هي المسننين اللي هو ورقهم مظبوط. ان هو ورقه مظبوط ان هو بيقول ان هو في المرحله السنيه دي. تمام. بيبتدي ينزل امتى؟ في 2003 السنه اللي فاتت او السنه دي 2004. فبيبقى في فرق طبعا. مش محتاجه احنا كلاعيبه كوره
اشوف حتى لو هو جسمه ملائم او مش فارق قوي، انما فارق بتفكيره وبتصرفاته في الكوره. لا وتفرق كمان في 2004 14 سنه، السن صغير يبان السرعه بالظبط 13 سنه 12 تفرق السرعه والقوه. النهارده لو انت بتكلمني وهو 17 18 سنه خلاص السرعه والقوه اكتملت. طب فالنهارده لو هو حتى مسنن او مزور فخلاص السرعات تقاربت شويه. انا عايز اقول لحضرتك ان في حالات معانا فرقت سنتين وثلاثه واربع سنين. بيلعب قدامك فرق 3 4 سنين، 3 4 سنين. وبعدين السن الصغير السنه واحده بتبان فيه. طب في فرق طب بين 2003 و2004 سنه واحده تفرق. طب خلي بالك احنا كان عندنا واقعه، كان عندنا تليفون مهم مع الكابتن احمد محفوظ عضو منطقه القاهره. كان في واقعه برضو 2005 كان نادي الغابه ونادي المقاولين العرب. في 2005 لاعب ابراهيم الونش ونادي الغابه قدم احتجاج رسمي لمنطقه القاهره، وصراحه الناس يعني تجاوبت للمكالمه بتاعتنا وطرح المشكله وحققوا فيها، وتم يعني الغاء نتائج اللي لعب فيها ابراهيم الونش في مباراه 2005. طب انا هقول لك على حاجه، 2003 مسابقه كانت السنه اللي فاتت. كل مسابقه بتتعمل بيبقى في بطل. طيب البطوله دي مين اللي واخدها السنه اللي فاتت؟ مفيش حد يعرف. تعلقت نتائجها. طب السنه اللي قبليها برضه نفس الكلام، مفيش حد يعرف. عشان ايه؟ عشان في فلان وعلان 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 مخبط في بعض. انا معايا ورق عليك وانا انت معاك ورق عليا. أيوة. طب بقول لك خلاص ايه، ما خلك دي مشكله يعني. كل نادي او كل فريق بيبص دلوقتي انا عايز اخد البطوله. طب ماشي، بعد البطوله بعد اربع خمس سنين قدمت مين للفريق الاول او قدمت مين للكره المصريه؟ دي مشكله للاسف يعني، هتلاقي معظم الانديه بتبص تحت رجلها دلوقتي. يعني عايز اقول لك حاجه برضو، انت عشان تعرف ان النادي الاهلي ماشي صح. وماشي كويس، احنا عندنا في شباب عادل عبد الرحمن ما شاء الله عمل نتائج كويسه في ال 97 تمام وماشي كويس، لان ما فيش فرصه ان يبقى فيه سن يعني القوه والسرعه اكتملت ما اكتملت خلاص. بقى متساويين. نفس الحكايه مدحت طه في ال 99 واحمد نفس الحكايه في 2001. خلاص الفروق اللي هي ممكن تبان في السن الصغير فرق بقيت سنتين وثلاثه خلاص في صالح السن اللي اقوى، بتعانوا منها في المراحل الصغيره بالظبط، تبقى باينه وتبقى ظاهره. طب ظاهره، طب هتعملها ازاي؟ هتلاقي واحد سنه مظبوط، ورقه مظبوط، ورقه مظبوط، كل حاجه، بس ما ينفعش. ده خلي بالك الجديد بقى ما بقاش التزوير في الشهاده بس في ولد مسن، ده بقى التزوير كمان. والكابتن احمد عبوز كان بقول لك معانا على المداخله، التزوير بقى في الكارنيه بتاع المنطقه. الانديه بقت بتزور دلوقتي انديه، وتم يعني في عقوبات على النادي وعلى اللعيب. عايز اخدك بقى برضو لنقطه ابرز المشاكل زي ما احنا بنتكلم عن التزوير، الملاعب، خاصه ان 2004 بيلعب دوري منطقه، فاكيد يعني مش هتلاقي الملاعب كلها زي ملعب النادي الاهلي. يعني المفروض بتبقى فيه اشتراطات وكده، مش عايزين حد يزعل مننا من منطقه القاهره، انما احنا بنتكلم للصالح العام يعني. الملاعب صعبه جدا، ويمكن تبقى يعني ملعب بتاع السكه الحديد صعب جدا. السكه الحديد ملعب الفرع اللي فوق. وبعدين بيلعب فيه معظم الماتشات بتاعه السكه الحديد اللي مشاركه، يعني ملعب اساسي بالنسبه لهم. موضوع صعب جدا، رمل ومطبات وحاجات من دي، يعني ما اعتقدش انها هتفيد حد. طب فالمباراه بتبقى صعبه جدا، ولو في ظروف برضو متاخره شويه هتلاقي الدنيا ممكن تمطر، الدنيا بتبوظ خالص. ملعب ترابه صح، ملاعب برضو ترتان على مستوى اقل شويه. مش اللي هي الحاجات الجديده، انما يعني ميزتها ان انت بتعود لعيبتك ان هي تقدر تلعب في اي مجال وفي اي وقت. يعني مطرت علينا برضه في وقت كده كنا بنلعب 9:30 الصبح. ماتشاتنا مواعيدها الساعه 9:30. الدوري بتاعكم الساعه 9:30. فالدنيا مطرت الصبح جامد. ف يعني قلت لهم من ضمن الحاجات اللي لازم نطلع ايجابيات من الحاجات دي. فكويس ان انت تتعود ان يبقى في الدنيا بتمطر، لان وارد انك تلعب في وقت زي ده. ما هو الدنيا تمطر ماشي، ده حاجه كويسه وممكن تلعب. لا غصب عنك ملعب وحش. انا بتكلم في ملعب سيء، يعني ملعب السكه اللي انت بتتكلم حضرتك عليه دلوقتي ده كان فيه لعيبه عندنا في 2005 كسر في انكر رجله 3 شهور في نفس الملعب. نفس الملعب. لا لا. فالنهارده برضه بنناشد كل المسؤولين يعني، خاصة الولاد الصغيرين لازم ملاعب مهيئة. النهارده يعني احنا بنطلع مواهب لمستقبل الكرة المصرية، فما ينفعش ان احنا نقضي على موهبة من بدري او نعجزها من بدري. فدي برضو رسالة زي ما بنتكلم في موضوع التسنين، برضو بنتكلم عن موضوع مهم هو موضوع الملاعب. فالملاعب مهمة جدا، وتوفير برضو الجو المناسب للعيب ان هو يبتكر ومستواه يزيد. أيوة. والحاجات دي بص احنا معانا صور دلوقتي، يعني دي ملعب السكر الحديد. لا صعب يعني طبعا، شايف الملعب عامل ازاي؟ لا لا صعب جدا. وبعدين وانت كمان بتتكلم يا كابتن محمد في نقطه مهمه هي الابداع.
ازاي النهارده لعيب بيتعلموا مهارات الاستلام والتسلم والسيطره على الكره في ملعب زي ده كويس. وانت ازاي هتطالب منه كمدرب انه يشتغل الشغل ده؟ ما انا بقول لك اهو، احنا يعني بحاول برضو ان الاولاد يبقى عندهم شخصيه في الملعب ويبتدي هجمه شاف الرصيف، يعني شاف الرصيف قريب من الخط ازاي؟ طب لو لعيب مثلا يعني بيجري وخبط في الرصيف ده، لا 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 الدنيا لا صعب، لا صعبه جدا، بس ايه يعني لازم تبقى في يعني لازم يبقى في شروط ان انت عشان تلعب في دوري مش مجرد انك يعني كده. وبعدين برضو نادي السكر الحديد من اقدم انديه مصر. طب اقدم انديه مصر ما شاء الله، عندهم استاد رائع، اقدم انديه مصر. فالموضوع يعني حله وتداركه المفروض ان هو يبقى اسهل بكتير. وكان بيلعب في الدوري الممتاز وعنده لعيبه ممكن يسوقهم، ممكن احنا نشوف لعيبه كويسه، انما ملعب زي ده لا هتشوف لعيبه كويس من عندك ولا من الفرقه الثانيه. تمام. فالموضوع صعب يعني. في مشاكل بقى ثانيه بتواجه كابتن محمد سعد في الدوري غير التسليم والتزوير الملاعب؟ هو طبعا في لعبه مميزه عندنا في 2004 بيتم الاستعانه بيهم في 2003. بس الفكره ان احنا بنلعب يوم الجمعه ويوم السبت بيبقى 2003. تاني يوم. فبحاول ان انا طبعا هو الموضوع صعب جدا يعني. فبحاول ان انا يبقى عندي التغييرتين الاولانيين بعد ما تبقى في نتيجه مطمئنه والكلام ده، انه بيبقى في بياخد شوط بس. التنسيق ده بيحصل ما بينك و التنسيق بيحصل. بس في نفس الوقت برضه بيبقى عليا هيدك ان انا كل تفكيري في ان انا راس الحربه واللي تحت راس الحربه اطلعهم. انما ممكن تبقى في دماغي حاجات تانية، عايز اجرب مساك، عايز اجرب ديفندر. يبقى تغييراتي مش هما الاولويه للاثنين دول. تبقى في دماغي حاجات تانية، عايز اجرب ديفندر، عايز اجرب باك رايت ادخله جوه واطلع، يعني بتبقى فيه افكار تانية. فكل تفكيري في خلال معظم المباريات ان انا اطلع الاثنين دول، فبقى تفكيري منحصر في اللعيبه اللي هتلعب قدام. انما وفي نفس الوقت برضو انا ما عنديش الرفاهيه ان انا اخد لعيبه من تحت. بالاضافه برضو ان انا عندي مثلا 30 او 35 لعيب، منهم 15 واحد او اكتر من 15 لعيب اجسامهم قليله جدا. انما كره كويسه موجوده انما اجسامهم قليله. عندك مواهب فعلا في 2004 يا كابتن احمد؟ بص، اللي يحكم على حد في السن ده بنسبه 100% يبقى خاطئ بنسبه كبيره. بس في حاجات تبقى مبشره. انما في صح؟ في طبعا في لعيبه كويسه، بس مش هنقول اسماء يعني، انما هيبقوا كويسين. عندهم حاجات كويسه وخامات كويسه. وهيبقوا كويسين لو في استمراريه في الاصرار، زي الرساله اللي انت كنت بتقدمها او كانت موجوده من شويه. ان الاصرار والعزيمه وان انت عايز تبقى الافضل. وزي واحد مثلا عايز، او احنا في النادي الاهلي بيبقى في لعيب طالب مثلا جايب 95% وتقيه زعلان. احنا عايزين اللعيبه دي في النادي الاهلي. ايوه، في الكوره. فهي دي الروح اللي بيتربى عليها. وبمناسبه كمان بقى المواهب اللي الكابتن محمد سعد بيتكلم عنها، يعني كان في عوده صفقه مهمه جدا، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي اتربى داخل النادي الاهلي، رمضان صبحي. نشوف بقى الصور الحصريه ليه. رمضان صبحي، شاف رمضان صبحي وهو لسه صغير شهور. ما شاء الله. ورمضان صبحي ما شاء الله بنتمنى له التوفيق خلال الفتره الجايه. ورمضان صبحي من اللعيبه اللي ليها قيمه كبيره وعنده خبرات كبيره وموهبه، يعني خرجت من داخل قطاع الناشئين يا كابتن محمد. يعني عايز اقول لك حاجه، من الحاجات اللي هي لازم نشاور عليها وممكن يبقى عددها قليل. اللعيبه اللي مش عايز اقول اتولدت، لا، اللي هي ابتدت حياتها في الاستراحه بتاعت النادي الاهلي. تمام. وفي قطاع الناشئين من تحت. تمام. لحد ما وصلت. يعني في عماد متعب، في حسام عاشور، حسام غالي، احمد بلال، بالظبط، في اسماء كتير، في لعيبه كتير ابتدت من الحته دي. فريحه النادي الاهلي ومواصفات لعيبه النادي الاهلي وحاجات كتير مهمه جدا ان هي تبقى موجوده في اللعيبه. ومجرد الكلام ان انت تتكلم عليها، يعني انا افتكرت مثلا كان مدير قطاع الناشئين في وقت من الاوقات كابتن مصطفى حسين. كان يقول لنا واحنا قاعد معانا كده، قال لك انا عايز اللي ما يعرفكش يعرفك من طريقه كلامك، يعرفك من لبسك، يعرفك من تمرينك، يعرفك من غيرتك، يعرفك من تعاملك في مباراه انت خسران فيها، فهتتعامل مع اللي بعدها ازاي. الظروف مش في صالحك، هتتعامل مع الظروف دي ازاي، هتقف ازاي بسرعه. ده لعيب النادي الاهلي.
عايز اعرف بقى علاقتك مع سريعا في الختام مع كابتن فتحي مبروك. لا كابتن فتحي شخصيه جميله ومش عايز اقول مربينا، انا كان اول مباراه العبها ماتش بتاع الاهلي والزمالك 3-2 سنه 84 او 85 وكسبنا فيها 3-2 تمام. فجي بعد اسبوع احنا فرحانين وبتاع، فجي ندهنا انتوا فرحانين كده ليه؟ ايه؟ انتوا كنتوا موفقين والحظ كان معاكم كده جدعانه انك تكمل. فكان على طول بيفوقنا بهزار ومش مباشر انما كان يقدر يلمنا يعني. فكان مدربنا واستفدنا منه وهنستفيد منه ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا النهارده يا كابتن محمد. ربنا يخليك وسعيد ان انا معاك وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا كابتن. بشكر ضيف النهارده اللي كان مشرفني ومنورني كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2004. مستمرين مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي والاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. نستناكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.